البنور والجهل يا ما خرطوا على المنور على المنور والجهل يا ما يا ما خرطوا. دق الجرس دق الجرس يلا تعالوا للدرس لا تقولوا قد فات القطار انتني فالجهل وحش مفترس. بعد ما شاب راح الكتاب يتعلم يقرأ ويكتب فين الشباب. احنا في عصر العلم اسك الدفاتر والقلم العلم نور للبشر العلم نور يا أمم. لو جز كلامي هنا بسطرين العلم نور والله زين وصدق القول الرزين العناك عفية تسلم يا لخو اطلب العلم ولو بالصين. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. تقولوا فات عمري ولا انتهى امري تقولوا فات عمري ولا خلاص امري فالعلم في صغري جيجيكو كانك في الحجر. يا ابو علي يا كرابتنا يا حبيب تشل رد علينا. انت يا اخوي ابو علي بس اشتري هذول هالدلمين وانا هرد لك حقهن عقب شهر الطاق 10. دخيلك يا ابو علي اشتري هالوطيات حق الدنم 20,000 الك الدنم 10 ب 7 2 14. يا ابو علي 2 ب 12. ول 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 مستعدين تنزلوا لي حقه ال 12؟ ايه مشان مشروع ابو نظاره؟ ايه وشو هو مشروع ابو نظاره؟ اشتري ابو علي هلا راح تكسب الفرق بعدين بلا مؤاخذه. اه ايه بس انا معيش كامل المبلغ يعني ولا كان اشتريت؟ خليني اشوف لكم ابو العبد. وش خص ابو العبد؟ وشو دخل ابو العبد هذا؟ ابو العبد بيدور على ارض يسوي عليها المحجر. بس ابو علي الارض عندنا محجر جاهز. بس هات منشور وقف. اليوم برد لكم خبر. شو هو مشروع ابو نظاره؟ عين تاني ريتك محجر وعلى دلمين قريض قادر رخيصة منشترك فيه أنا وانت ومنكتب الأرض باسمنا. أنا ممكن أسألك سؤال عمي أبو علي؟ تفضل. ليش عفاش وسعيد بدهم يبيعوها لهذه القريض؟ يا سيدي قال عندهم مشروع بكسب ذهب وحسب قولهم ها إنه برمي الطاق 10 وهم بحاجة للمصاري فورا. ما يكون أنا بعرفها لهذه الأريض مقلعها ممتاز للحجر الطبزي والمسمسم آدي. طيب شو قولك لعاد نشتري ونتوكل على الله؟ وهذه بدها حكي صار صار القيت على الحارك بس يدخل على الصاف آه منكتب الكتاب ومنقرأ الفاتحة. قصدك العقد؟ طيب منو بده يكتبه؟ عين تاني ريتك أبو علي الأستاذ والورد الجوري. لو تتكرم يا ست وردة تطبعين العقد. حاضر يا أستاذ سالم. البين لي غشاش محلاج لا تطبعي ولا تكشلي كل واحد وقع على العقد من ناحيته وكان الله بالسر عليم وهي الله بصح ذاي أوقع. بشوفك مستعجل على الصفقة يا سعيد. خير البر عاجلة. أي بر يا سيد عفاش ليكون ناوي تتجوز؟ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان يا أستاذ. مشروع الجواز مجزن حبيا مخسر ماديا
ويا مسهل العرس ويا مشطر طكاطيكة. ولا شو ناويين تعملوا في المصاري العاد؟ بكره بتشوف يا استاذ. ابو العبد انت نو حذاك الشك جاهز يا با؟ احنا لما منوعد منوفي. تسلم وموقع مني ومن ابو العبد. بلش المشروع اكلنا فراوله. قول ولا جاجي احجر شو جتو شو بنت واحجر شو تسماها جنت لا شماها تحويلي جاجي يلا تعرف ان اليوم مخمخ ومتجلي ومبسوط يا نيالي يا اخويا سلام وانا يا عطا وانت عوج علينا شرع وانت كمان لا تخاف بس يا سلام سبحان الله كيف مين مصدق انه البكب المطربش الصغير صار بكب كبير مش قلت لك ايد لحالها بتزقفش التزقيف بده ايدين تنتين بسم الله هذا صاير شاعر يا جن جايك هذا الفرح خلاك تصير تقول شعر بس الله يطول عمرك اصحى تجيب سيري ايش اللي ما عجبش سيري هذا مش احنا شو ركا الكل لازم يعرف شادك في هذا شادك ايه كوتشو مبروك البيتشب الجديد وان شاء الله بتشوفوا على زكمه الخير عواف عليك مش قلت لك هاي الكل صار عارف وش هي الدعوة اللي جالها يا جماعة الخير هذا ما في شي بتخبط ريته مبروك ان شاء الله تبيعوه ايش اللي نبيعه وما نبيعوش ايش هذا السعان ما لحقناش نتهنى فيه الله معك يا اخي الله معك بقديش بقديش بحكوا وزياده قلت شو مربح 200 ليره يلا يلا اطبق ابوك يا الموت روحت ابوك يا الموت والله يعني الشيعة والسلامي كل واحد بنقرة شلف بربح 100 ليره ايه وحبه على الراس بعد وفوقها بوس الدكين يلا هدول الجماعه مستقتلين اصبر علي شوي خلنا نفكر يا اخواني جيبوا جهتكم وان شاء الله ما بصير خير اي يا جماعه الخير يا جماعه الخير اسوق عليكم الله تبيعوا اقول بيعوا يا رجل بيع سلامي انتوا علامك مستشر اليوم علينا يا لا 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 ركوا شلي شوي لا زعلتوا لازم احنا نتفاهم بالرواقه لازم نتفاهم بالمليح بالحبيه بالود طب تبيعوا اسكت وقف بدي اروح اتشاور انا وسلامي لازم السيد تسجل سيارة باسمك الأول وانت أول مشروع ولا يهمك وبعدين انت شو إلك انت بتاخد فلوس واحنا نقبض الطاقة 10 بدي اتخرف بدك تشتب اسمي اني مشاغب اشتب وانه بعد انه بعد بدك تكتب مشاغب اكتب مشاغب جدا 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 اي اقول يا سعيد راحت الشحنه يسال عباس ابو نظاره صاحبه يا عباس يا عونك يا عفاش تسلم راحت شحنه الفراوله اصدق من الصبح بكير يا ابو اصدق بكديش تشيلوا الفراولة يا عباس؟ ما هي معروفة يا ابو بليرتين كم كيلو فراولة شحنها يا عباس؟ يعني تقريبا بدك تقول يعني كل يوم نشحن 1000 كيلو يعني كديش بيطلع لنا باليوم يا محندك؟ معروفة اضرب بليرتين بألف بيطلع عندك 2000 ليرة طيب يا عباس كم يوم بدنا نظل نشحن فراولة؟ بدك تقول يعني السنة 365 يوم اضربهم ب2000 عدوا عندكم واحسبوا انا بعرفش احسب
زين يلا اقول يا سعيد. اؤمر يا ابو شريج. ما يامر عليك ظالم، طول الكول كوليتر. ايه ريت حذايا في تشيز شلشوليتر جيبها معاي شو شفناها. ايه زين اقول يا سعيد اضرب 365 يوم ها ايه اضربهن ب 2000 شوف كم يطلعن. روك روك شوي 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 2000 قديش يطلعن يا سعيد؟ يا وردي ما طولها الرقم. قديش يا سعيد؟ مش قادر اقراه. ليش يا سعيد؟ من شبره كبير هو لحوالي 2 اصفار 70 عين. قول انك ما بتعرفش تقرا اجنبي. بح صغار قنفذ ولا اقرب عبد اقرا له اياه خلينا نشوف قديش بيطلع لهم من المشروع. بلكي ساهمنا به. ابعدي سعيد ابعدي اشوف. 730,000 دينار يا باي. ولا هذه فراولة مش بطيخ. 730,000 دينار العفاش وسعيد كل سنة في الشلة. أي أنا 25 شلة خدمة بكب وفوقيهن 23 تندة وعندك شهرين جنطات وفوقيهن سعيد أروح فيه وجره على الحراج وبيعه. اي علي الحراج انه ما بجيب هالشهر. العقل العقل لما يفكر بيفكر. ايه يا جماعه الخير حنا علشان هيك بعنا الارض وعلشان هيك اشتريناها بكم عطه السلامه. استنى حتى خليني افهم ايت. طيب انا وعطب عنا البيكب والناس كلها هيك عندها ارض، ليش ما كانوش بيطلعوا هالمبلغ زيكو؟ السر السر في الفراولة. ايه هالسر بالبضاعة. اه في البضاعة والفراولة. ايه طب يا جماعة الخير شو السر؟ بس ما تجيبش سيرة. اخوتك سعيد وعفاش محندكين هولة وبيعرفوا السوق شو بده ولا لا؟ لا تسلبوها علينا. هلا انتوا فكرتوا بتجارة الفراولة؟ ايه اه لا اللي فكر فيها ابو نظارة واللي أنا غلطان يا عباس. شو اللي أو إيه ولا صح أبو نظارة وغيره. من هو هذا أبو نظارة؟ إيه ما بتعرفي أبو نظارة؟ إيه السلام عليكم. عليكم السلام. أنا شكرا. جلوس. أنا هالريح جلسني. بنتحدث اليوم عن الفصول في السنة وعن الأشهر وعن عدد أيام السنة. أنا هقول لك يا أستاذ السنة 365 يوم نضربهن بالفين يطلعن كم يطلعن يا سعيد؟ 730,000 وسلامتك. يعني قصدك تساهم بهذا المبلغ في تجارة الفراولة؟ أحسن مليون مرة من تجارة الحجر الطبزي والمسمسم. أنا ألقيته إذا أعطيت سعيد أو عفاش 200 وتكي بيرجعوا لي ألف. ألف؟ هيك بقول أبو نظارة. مين أبو نظارة اللي كل واحد بدخل مكتبي عم بحكي لي عنه؟ أنا شخصياً أبعرفوش. إذا قلت لك إني بعرفه بكون بكذب عليكي. لكن يا ستي الكل مجمع ومقر بإنه أخو أخته بالسوق إذا رمى العشر قروش بيجيبوا 100 قريش. بصراحة أنا مش عاجبني اللي عم بصير. بصراحة أنا عاجبني اللي عم بصير. حدا بزعل من الربيح بزعل منك راح ستوردة. مش هيك يا أبو العبد، لكن أي تجارة بتربح 25%، 50%، 100%، 200%، أما 1000 هاي ما سمعت عنها إلا إذا المسألة فيها إنه. يا ستي ألقيت اسمعي عنها. كل الشباب بدهم يستثمروا بالفراولة. الله يوفقكم. أنت حر؟ يعني أنت موافقة؟ ما قلت لك أنت حر، لكن لو أنا وفلوسي ما بستثمرها. ليش يعني؟ لأنه الأمر مش طبيعي. إيه يا ستي ألقيت منرمي 200 وتكي ومنشوف شو اللي راح يصير. حر؟ إيه طيب تسمحي لنا نروح نفرويل؟ يا الله لي
هيوتوا عباس، هيوتوا عباس. وين ابو النظاره؟ اقول بعد ما اجى بين تتاخر، بس اكيد هلا بيجي. ها مش هالكيت كبرت مالك لازم نقبض. طبعا طبعا لازم نقبض، بس صار ليش تاخر؟ لكن لما ابو النظاره بوعد بوفي وكنا هلا بنقبض فلوسنا. اقول يا عباس فضل. انت ولا مؤاخذه قديش مستثمر؟ انا ما انت عارف بعت اساوي نسوان الاربعه وكلهم حطيتهم في الشحنه. ولي شو لك اي فيتشر يا زلمه؟ ولا تزعليش بكره غير تشنشل هنا ذهب من فوق لتحت والماس من تحت لفوق ولا اي. وتفطرهن ذهب وتغديهن ذهب وتعشيهن ذهب. بس اصبر، انت ليش بصلتك محروقه؟ روك شويه. انا ولا محروقه ولا شيء، بس هيني بستنى مثل مثلكم. ها طيب نستنى فيتشرك بيجي. جاجيك يا الله يا شرابي. تعرف يا شرابي شدق المثل اللي بيقول المال بجر مال وبكبي بيمشي على عجال. ابن مظبوط. شايف انا اخوك، هاي احنا ردينا البكب واستثمرنا المربح. والمربح بجر مربح. اطبق ابوك يا الموت، وباشر وانا اخوك بنستثمره. قلب يا ابو العبان قد ما تقلب. ما هو المثل يا اخوي يا شلامي قال كل ما قربت الفلوس كل ما بخت عليك بخ. البخ المباشر شاد. اسمع انت وياها، اسمعي، وين هاي صاحبتكم ام نظارة؟ ها يا ابو نظارة، يا رجل ابو نظارة هسه بيجي. عاد اللي بشوفك متلهف بقول لك انك مستثمر قدي. كيف مستثمر المستثمر؟ انا حاطه نص محل في هاي شحنه. ايه اي انا حصت اللي بالارض بيني وبين ابو العبد حاطها كلها بالصفقه. انا شخصيا حطيت 200 وتكه. انا الارض ابلعبش فيها ابدا، لانه لا سمح الله لا سمح الله اذا الصفقه خسرت بروح المحجر. هي حلاوه الصفقه هاي انه ما بيها خساره. الفراوله بتصل ب 12 ساعه وبتنباع فورا، والسيارات بترجع ثاني يوم. وين الخساره؟ سكوت، هدوء، تراها مقطعه معي. ايه وين تاني لك قاسم؟ مال اعصابك بايظه. حطيت كل حق الغنمات بهالصفقه. عطى موجود. حاضر. نعم. سيارتك قويه؟ ودك الجديده ولا المطربش القديمه؟ لا القديمه. سيارتك هي قويه يعني ما تنكسر على الطريق؟ قال قول تنكسر. يابا قاسم احنا اللي قطعنا الاشاره صفرة يا عسل. اي عليها بكركس، وانا اخوك بحمل 2000 شايف من الفراوله هذه 2000 طن وبحطك فوقها. بس يا اخوي الله يطول عمرك ما تجيب شيري. ولا اخوي عاسم الشاصي ولا الجنطات تقول بجدادي. طيب وين هاي ام نظاره معناته؟ ام نظاره لك اخي لو اعصابي مثل اعصابك كنت متت هلا بالسكته القلبيه. لك حاجة مشان النبي حاجة تسق وتنق. لسه وين ام نظارة؟ وين ابو نظارة؟ شو اخي الغايب عشته معه؟ شو بتفكر انت لحالك مساهم بالشحنة؟ لك انا بعت بيت ابي العتيق مشان ساهم. لك شي بيطحي؟ لك قاسم؟ ها مالك مالك؟ لك وين ابو نظارة؟ نعم حاضر، انا بجيبهم باجي، لا بتأخرش. شكرا، مع السلامة. خير يا أستاذ سالم؟ والله مبين مش خير يا ستوردة. يا ساتر يا رب. وين عباس وعفاش وسعيد؟ أكيد بالصف. ليش؟ ألقوا القبض على واحد اسمه حسان حمد اللي بلقبوا أبو نظارة. أبو نظارة ما غيره؟ مبين هيك. شو التهمة؟ تهريب ممنوعات. نعم. تعالي معي. طيب شو دخل عفاش وعباس وسعيد؟ يبدو ذاكر اسمهم في التحقيق والشرطة طالبينهم. يعني فكرك لهم علاقة بالتهريب؟ أعوذ بالله، بس يبدو أنه ضاحك عليهم ومستغلهم تغطية لعملياته، والله أعلم. السلام عليكم. قيام السلام. هلا هلا في العشر والمعشر. هلا الكل جلوس ما عدا سعيد وعباس وعفاش. يكشلي يضيم حالي يا احنا، ما تخرفناش مش غبناش. خير ان شاء الله، هو اسامينا مكتوب على اللوح. يا استاذ انا كنت هادي طول الوقت وما حكيتش ولا كلمه. ها عباس، مين هو ابو نظاره؟ هذا واحد تاجر يا استاذ.
من امتى بتعرفه؟ يعني بلا مؤاخذه ولا طول الحديث عليك، انا بعرفه واحنا صغار كنا نلعب بلول في الحاره، وبعدين كبرنا وكل واحد افترع عن الثاني. قابلته قبل اسبوعين بالاحضان انا وياه، قال لي انه عنده مشاريع عمارات وفلل. شو بيشتغل صاحبك بالضبط؟ عجيب يا ميس، ما اقول لك انه بيشتغل عنده تجاره ومشاريع. شو قصته؟ تاجر شو؟ تاجر فراوله. احنا بعرف هذا حكي لانه احنا تعاملنا معه وساهمنا معه في فراوله. نعم. عفاش، شو علاقتك بابو نظاره؟ عن طريق عباس. خير يا استاذ. شو هذا تحكيك؟ سعيد، من زمان بتعرف ابو نظاره؟ مثل ما حكى رفيقي عرفنا عليه عباس. اكيد عزيز يا استاذ، معقوله اكذب عليك؟ ليش هو وينه دخيلك ابو نظاره هذا استاذ؟ استنينا ولهلا حضرته ما شرف. بالسجن. عباس وسعيد وعفاش تفضلوا معي لو سمحتوا. على وين؟ على وين؟ على المغفر. احنا على المغفر. هرب هرب، ولا ما سويت شيء كاتب، ما سويت شيء كنا. يا جماعة الخير، وش هالقالة؟ وش هالقالة؟ مره مشاغب ومره على المغفر، وش هاليوم هذا؟ أنا بريء يا أستاذ. بضضضم. يلا تفضلوا مع بعض حتى نشوف شو الحكاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. روح يا شباب روح ولا تخافوا. ولا يهمكم أصحاب السجاير علينا يا با، ركبتي سدادها. أستاذ أستاذ، التحقيق بوجع. سعيد علامك، التحقيق للرجال، علامكم خايفين يا جماعة الخير. يا أستاذ أنا مش بس ضيعت سكة نسواني الأربعة، لا هلا راح يموتوا من الجوع وراي. باخذوا منك إجازة، تحرك. أستاذ تقدرش تقول لهم إنه عندي حصة إضافية اليوم؟ عباس امشي امشي يا رجل، علامك لا تفضحنا قدام الناس، بعدين يقولوا صديقة عفاش جبال. امشي. مركني مركني. يقطع الفراولة ويقطع يومها، ما بكناش نعرف إنه مع كل شحنة فراولة في تحقيق. آه يا كشل يا وطيات، آه يا غيم حالي يا ترمبيل. آه انتبه لك سعيد، مالهم الوطيات؟ ما كل شيء قانوني يا با. يمكن يروحن علينا يا ابو عبد. مالناش خاصة، احنا اشترينا. ايش نمشي ولا انتم واقفين؟ ايه نمشي نمشي يا استاذ نمشي. تفضل. يقطع ابو نظارة ويقطع اللي عرفنا عليه. يلا يا رجال. كفارة شباب. بزعل منها يا رجل. عليش محرق انت على 200 ليرة؟ هذا ثانيا، اما اولا احنا جايين على الدريس واصحابنا قاعدين بالحبس. تفضلوا. الله يزيد فضلك يا ست وردة. يا الله طمنين ست وردة، في اخبار عن اصحابنا؟ لا خلاص قعدوا في الحبس وما فيش فايدة. تروح نشوفهم بالمغفر. عين تاني ريتك، إذا شافني حدا وإحنا رايحين على المغفر شو راح يقول عنا؟ إيه؟ شو بدهم يقولوا؟ راح يقولوا أكيد أبو العبد عامل له عملة. عشان هيك تفضلوا استنوا بالصف وأنا بعطيكم الدرس بدل الأستاذ سالم. عنتين إلك يا ست وردة، أي هو في منافس نقعد في الدرس وأصحابنا قاعدين بالحبس؟ ولا شو بدك تعمل؟ طلطم؟ تروح تشوفهم بالمغفر؟ ولا نروح على الدرس؟ يلا. خدي بالك يا ست وردة، الكل على أعصابه. عارفة وأنا كمان. تفضل. وائل الناس يا شباب. قام قام. اين معلمتي؟ جلوس. اي والله حرام علينا نجلوس واصحابنا بالحبس وهي قاعده. نكمل الدرس. عارف يا عطر، والله يا حرام ندرس اصحابنا بالحبس قاعدين طول ما هم محبوسين. بس هذا شو بدنا نسوي؟ امرنا لله. شهادك
كنا بنعرف انه عدد ايام السنة 365 يوم. يا شت وردة شت وردة الله طول عمرك. شنت المحبوشية بتختلف بتختلف عن الشن العادية. يعني هالشيء لو واحد الحكم 5 سنين بطلع عن يا شت العجيجة شت خمسة بطلع عن يعني ابوه 3 سنين ونص. ولا انا غلطان يا ناس؟ غلطان انت لك عطاء. اذا كان التأبيدة يا عمي 20 سنة يعني مرات بطلع عن اقل ومرات ازود اذا السنة كبيسة. كبيسة يعني مقدوس. بس انت وياه خلونا بالدرس لو سمحتوا. يا ترى يا اخ يا اخوي عفاش وين انت الساعة؟ بتلاقيها الساعة بالنظارة متمدد وفاتح مضافة. اخ يا اخوي عفاش والله اشتكت لك. اوه حرام علينا ندروس وهو بالحبس. وانا اشهد. بلاش مراجل على الفاضي انت وياه. بدكم تطلعوهم ومقصرين؟ لا اذا نكمل الدرس وبلاش نواح. اي والله حرام علينا الدرس وجماعتنا بالحبس. 2000 طشك يا سعيد وطش العم اللي شويته. انا عارف عنه الله يسامحه كيف كان ينور علينا الصف. بس مزبوط كانت ضاويه. خلاص يا عطا تعيط قطعت تيوبات قلبي. خلاص بكره ربك يفرجها. اجي لما ما انغشوا لما كان حتاني هو ببيع المهربات علينا. بمناسبه المهربات بدي اسال سؤال. تفضلي. مين منكم بيعرف اسم ابو نضاره الحقيقي؟ ولا واحد يا ست ورده. كيف تستثمروا اموالكم مع شخص حتى اسمه الحقيقي ما بتعرفوه؟ احنا يا ستي وثقنا بعباس وشفنا عفاش وسعيد حطوا اللي فوقهم واللي تحتهم بتجارة الفراولة فقمنا فرولنا. شفتوا الفراولة؟ لا لا. اتأكدتوا من تجارة الفراولة؟ لا. شو عرفكم انه ابو نضارة مش مهرب؟ ايه مهرب فراولة؟ لا 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 لا. معقول ايه هاي؟ ايش هذا يعني هقيت احنا كلهيتنا مهربين؟ يكسرني هذه اخرتها. شت وردة يعني فكرك كده أخذوا فيها عباس وعفاش وسعيد. لما نعرف شو صاير منقدر نحكم. شابك آخ 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 يا دلما الأرض آخ آه هي كشلي ضيمة حالي آه يا كل بلاتي آه يا مالي آه يا حلالي طارن اتبعزكن راحت سمعتي أساور نسواني. بسيطة يا شباب الله بيعوضكم. هي قال فراولة قال آه يا ترمبيلي آه لا حول الله لا بكب ولا مال ولا حلال كله ذهب مع الريح. ريح كله منك يا القضي. انا ايه انت اللي عرفتنا على ابو نظاره. بلا مؤاخذه انا كنت اعرف انه هيك. يعني نحن الهبايل لازم نعرف انه هيك لانك انت صاحبه. ايه شو مين بيحكي؟ شوف شو مين بيحكي. يعني قصدك انه مهرب؟ مهرب. ما انت برضو يا اخي مهرب. انا مهرب على الخفيف مش اثقيل مثل صاحبك هذا. على الخفيف على الغميم او كل واحد. لا يا اخوي مش كل واحد. انا مهربش غير شويه دخان شويه تنباك شويه كزعيز ريحه شويه ادويه شويه تلفزيونات شويه فيديوهات 15 نظام مش بكم وطرمبيل مليان. شو هو مليان؟ قال مليان فراوله. قال قوم قوم افريت شبدي قوم. اخ يا طرمبيلي كشلي يا ضيم حال. إن شاء الله الشباب يكونوا بخير. شيخ عفاش؟ هلا. سعيد عباس الحمد لله على السلامة. على السلامة على السلامة. جبتي على السلامة. الله السلامة أنتوا الثانيين. إيه يا زلمة شباب جاري. أنا. لا سلامة لحذاك نفعنا ولا سلامة لأن نفعنا. كولوا ندامة كولوا خراب الديار. ضاعت هيبتي بلا مؤاخذة. أي هو أساسا كان في عندك هيبة أنت؟ طمنوني عن حق غنمات وينهن؟ يا قاسم لا غنم ينفع ولا أرض تنفع ولا بك من ينفع كله هذا مع الريح. لو أني حرمة لكل ثوبي ولطم 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 راحن اللي فوقي وراحن اللي تحتي.
اللي فوق يستانسك في الدار واللي تحت المطيات كلها راحن وظل شحذها يا غير الجيس غيرك كنت مسترجع كنت مستر. يا جماعة الخير يا ناس يا ناس يا جماعة الخير يا شباب اللي بدي أقوله تفضل يا شمشم عنتين لك عطاء يا عمي اهدوا واعقلوا وفهمونا شو اللي صاير عشان نلطم معكم بحرارة صح ها أبو العبد معاها تفضلوا عدوا محلاتكم وفهمونا شو اللي صار ايه هلا 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 تسمح لي يا أستاذ تفضل عفاش ازيد فضلك هذا يا أستاذ والهرج للجميع تسلموا جاني عباس وقال لي بي صديق له تاجر من طينته يقدر يخلي العشر دنانير مية يا اخي انا هيك فهمني ابو نظارة من المؤاخذة وانا قلت يا سعيد هذه ليحة وملاحة بعت الوطيات واشتريت انا واخوي عفاش ترمبيل تبع عطا وسلام يا والبكم راح كمان تصادر يا اخوي سلامة تصادر ما انا جايكم بسافة يا جماعة الخير تسمح لي يا استاذ تفضل يا عفاش ايه يا استاذ جمعنا هم اموالنا واموال كل الطلاب هذه وانطناها لمين لابو نظارة الله يغضب عليه وهد حيله جبت ابوك يا الموت ايش المهم قام ابو نظارة هذا خذ البكم ووداه لكراج واحد صاحبه شحرت كلكم الخرافية مثل ما قالها ابو نظارة للبوليس والله ماليش نفس ماليش نفس تخرف فيها خرفهم انت اياها يا ابو عفاش خرفهم اي المهم راح للقراج وبنى طبقه ثانيه غير الطبقه اللي موجوده للبكم وحط بين الطبقتين بضاعه وحنا هي غافل لك الله كل علمنا انه يتاجر بالفراوله المهم المهم طلع بالبكم على الحدود والشرطه واعيه قامت مسكته مسكته يا بالله طبق ونحمد الله نحمد الله انه حظنا زين البكم مسجل باسمه الحمد لله الحمد لله كنا ودنا نروح بداهيه لولا الله والشرطه اللي باكيه واعيه للي صار بعد ايش يعني بلا مؤاخذه بعد ما خرب بيتنا ولك سعيد كون يا اخوي ابو علي يعني انت ما كنت تعرف انه ابو نظاره هذا مهرب انتصف نظري وانتصف نظرك اذا بك تعرف ولا لويش بعد دنم الارض ودارك بعد عشان يا اخوي كاس مصير عندي 10 دنومات وعشر دور مثلك انت يا ابو كنوه لما بعت غنمتك عشان يصير عندك 10 غنمات الله سطرني يا جماعه الخير منيح ما بعت الارض اللي عليها المحجر كان طلعت يب ابدا كتلي كتلكن انكحل على الداير وانا حطيته نص محل ومش عارف شو صاير انتم ملاحظين اشي يا شباب من اللي صار شو يا شو يا ليلي ايش يا معلمي عليها وجه القاعدين مناش اجيب سيره بس شوف شو اللي صار كل واحد فيكم كان يفكر انه في الدنيا في اشي اسمه الثراء السريع خبطة العمر الدينار عنده يساوي 10 ايه وش دعوه لهيك شغله هلا عاد كان مشاها منوره استثمر الحياه مش هيك الانسان اللي بيتعب وبيجد وبيعرق بينال أجره أما غير هيك بكون عبارة عن خيال إغراء أحلام يقظة شهادك الأحلام لازم تكون موجودة لكن بحدود الواقع هو البني غشاش محلاش ما احنا حطينا عرك جبيننا في الموضوع بس يا سعيد أنت كنت متوقع الثراء السريع نفسيتك كنفسية المهرب بالضبط خبطة وتصير مليونير وبتيجي الخبطة في الآخر على راسه مش بس خبطة على راسه وعلى راس اللي حواليه وخبطة خربت بيوت ناس كتيرين وخاصة اللي بتاجر في أشياء ممنوعة تدري يا سعيد حنا كاينين ورطانين بشغلة خطيرة وحنا ما ندري يعني بلا مؤاخذة يا أستاذ اللي صار لنا كان ممكن يصير إشي أكتر منه 10% فقط يا وقعتنا السودة يا وقعتنا السودة ليش شو خلصت؟ أنا خيوها بدي فلوس اللي انتهتكو إياها وأني يا با 200 وتكة وتكة بتنطح وتكة فاهم؟ وأنا خالو بدي حق غنماتي وأنا
السبع بسكليتات اللي بعتهم فوق مربح البيك اب. اه ومربح البيك اب تبعي كمان. وحق نص محل اذا بتقدر يا هذا. وانا بدي حق بيت ابي العتيق. يا جماعه الخير علامكم علامكم فوق خراب بيوتنا ودكو حقكم. هلا خذوا من ابو نظاره يا عم. احنا ما بنعرف ابو نظاره. احنا بنعرفكم انتوا. ها انحبسنا شباب. اوه بكفيش بكفيش ضاعت بيتنا. عباس تعرف المثل اللي بيقول الواحد بينعرف من اصحابه؟ صحيح. لا بلا مؤاخذه لا بعرف ولا بيعرفني. لازم تعرف مين تصاحب ومين تماشي يا عباس، وبكفي تخرب بيوت اصحابك. وهم هدول اصحاب اللي بدون على الحبس بلا مؤاخذه؟ انت اللي بديت وخربت بيوتهم. خصوصا انه القانون بنص على انه الاموال والسيارات التي تضبط اثناء التهريب تصادر ولا ترد. راح البكم راح البكم فرخ القطه اخوك يا عطا. اسمع لا تقول له عطا ولا غيره، البكاب اللي راح بكبك ما هو بكم. طب رجعوا لنا نصه على الكليله. تدفيش معدتي هقيت ولا ربعه. كشنا يا ضيم حالنا يا عفاش راح نرعنا رعنا رعنا. طيب اقول يا استاذ والحل يا استاذ؟ الحل يا سيد عفاش انكم تصبروا على اللي صار وتعتبروا درس، وكل اللي دفعتوه يكون ثمن لهذا الدرس اللي تعلمتوه في الحياه. والقانون بلا مؤاخذه لا يحمل مغفلين. وانا ابو الفهلوي طلعت مغفل بلا مؤاخذه. قول قول عن روحه مغفل. بس بدو علي وانا نخري باكي مغفل. انا باكي مغفل. هذا سعيد بضحك من ناره. ما هو يا اخوي ابو علي هو ابو علي شر البليه ما يضحك. الجهل يا ما خرطوا العلم نور العلم نور والجهل يا ما يا ما خرطوا. دق الجرس دق الجرس يلا تعالوا للدرس لا تخولوا قد فات القطار انتني فالجهل وحش مفترس. بعد ما شاب راح الكتاب يتعلم يقرأ ويكتب فين الشباب. احنا في عصر العلم مسك الدفاتر والقلم. العلم نور للبشر العلم نور يا أمم. لو جز كلامي هنا بسطرين العلم نور والله زين وصدق القول الرزين. عينيك عفية تسلم يا لخو اطلب العلم ولو بالصين. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. احنا غلطنا وما تعلمنا واحنا صغار دنيا بتمشي واحنا محلنا للنهار. تقولوا فات عمري ولا انتهى امري. تقولوا فات عمري ولا خلاص امري. فالعلم في صغري جيجيكو كانك في الحجري. فالعلم في صغري كانك في الحجري. العلم نور عندي العلم نور والجهل يا ما خربوه. العلم نور بالله العلم نور.